بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، إخواني أخواتي، اليوم إن شاء الله غادي نفسروا سورة الهمزة. تعريف ديال سورة الهمزة: سورة ديال الهمزة سورة مكية، والعدد آيات سورة الهمزة 9، والترتيب ديال سورة الهمزة في القرآن الكريم 104، ونزلت سورة الهمزة بعد سورة القيامة. محور ديال سورة الهمزة: كيتكلم المحور ديال سورة الهمزة على هادوك اللي كيعيبوا في الناس وتياكلوا الأعراض ديالهم بسخرية واستهزاء. أما السبب ديال نزول سورة الهمزة هو تيروي لنا ابن منذر عن ابن إسحاق قال: كان أمي ابن خلف وهو من الكفار، إلا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم كيعيروا وكيسبوا، وهذا الشيء كيتسمى الهمز واللمز. وذاك الشيء علاش نزل الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة سورة كلها. ويل لكل همزة لمزة. بدا سيدي ربي هاد السورة الكريمة بكلمة ويل بمعنى الشر والهلاك لكل واحد كيهدر في الظهر ديال الناس وكيطعن في الأعراض ديالهم. الذي جمع مالا وعدده. وبين سيدي ربي هادوك اللي كيستحقوا هاد الويل، يعني هادوك اللي الهم ديالهم هو الجمع ديال المال والتستاف ديالهم. يحسب أن ماله أخلده. اللي تيستحقوا الويل وكيجمعوا الفلوس كيظنوا بهاد الفلوس هادو ضمنوا الخلود في الدنيا وغادي يفلتوا من العذاب يوم القيامة. كلا لينبذن في الحطمة. أمر كما كيظنوا، إنما الحقيقة أنهم غادي يتلاحوا في جهنم اللي غادي تهرس ليهم العظام وتدقدق ليهم الضلوع. وما أدراك ما الحطمة. كن أيها الرسول اللي غادي يوريك الحقيقة ديال هاد جهنم. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. اللي من الشدة ديالها كتدخل في الأجسام ديال النار وكتلحق القلوب ديالهم. إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. وهاد جهنم هادي اللي غادي يكونوا مسلسلين فيها ومسدود عليهم وما عندهمش منين غادي يخرجوا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.